Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, perkenalkanlah nama saya Milla Rahmatul Azizah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. HSN 2020, Santri Sehat Indonesia Kuat, UINSA Jaya, Smart, Pious, Honorable Nation. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana min أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.